أكد عدد من المساهمين أن إعلان وزارة الحج والعمرة استكمال الإجراءات المتصلة بتأسيس شركات أرباب الطوائف بوصفها شركات مساهمة يعتبر نقلة في تاريخ أرباب الطوائف، لا سيما وأنه يصب في مصلحتهم أو في صالحهم، ويسهم قبل ذلك في رفع كفاءة الأداء وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. المزيد عن هذا الموضوع ينضم معنا من محافظة جدة مراسل الإخبارية عبد الله الخرجي. أهلا بك عبد الله، مساء الخير، ماذا لديك من تفاصيل حول هذا الموضوع عبد الله؟ في البداية مساء الخير عليك أحمد ومساء الخير على مشاهدي قناة الإخبارية. بالفعل كما ذكرت أحمد، بعد قرار وزارة الحج بالتحول من المؤسسات الطواف إلى شركات، وهذا يعمل على رفع القيمة المقدمة للحجاج، وأيضا يساهم في العمل بشكل مميز لهذه الشركات لتقديم الخدمة بشكل مميز، وأيضا يتوافق مع رؤية المملكة 2030 بالتحول إلى شركات ليكون إن شاء الله العمل في المستقبل بشكل أفضل. للحديث عن هذا الموضوع يسعني أن يستضيف الدكتور رأفت بدر، وهو رئيس اللجنة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف. في البداية أهلا وسهلا بك دكتور على شاشة الإخبارية ونشرة النهار، لو تحدثنا ما هو الهدف والمميزات من التحول من مؤسسات الطوافة سابقا إلى شركات الآن تعمل على تقديم الخدمة للحجاج من خارج المملكة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أخ عبد الله على إتاحة الفرصة، ومسي على المشاهدين والمشاهدات في قناة الإخبارية. الحقيقة موضوع التحول هو يأتي تتويجا مباركة للأمر السامي الكريم رقم 111 في 17/9/1440. شرعت وزارة الحج منذ صدور القرار والأمر السامي الكريم على مفلف تحول مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات منذ 3 سنوات، وأولت هذا الموضوع جانب العناية التامة والدعم الكامل لمؤسسات الطوافة للتحول وفق أهداف الأمر السامي لتحويل ونظام مقدمي خدمة حجاج الخارج. الأشياء الأساسية أنه اللي بدي أتكلم وأقول فيه أنه مؤسسات الطوافة من 3 سنوات استعانت ببنود خبرة عالمية ومحلية لإنجاز ملف التحول، لما ليقيننا جميعا وإيماننا جميعا لما سوف يحمله هذا الملف والتحول والاستراتيجية من ثمار خلال السنوات القادمة تعود بالنفع على منسوبي ومساهمي ومساهمات مؤسسات ومكاتب أرباب الطوائف إن شاء الله تعالى. من أهم أهداف التحول هو رفع كفاءة العاملين والمشاركين في تقديم الخدمة لحجاج الخارج. ثاني شيء عندنا توسع في قاعدة المشاركة بحيث يتم استقطاب أكبر عدد من مقدمي الخدمة لتقديم الخدمة للحجاج الخارج. رابع حاجة عندنا وشيء مهم هو تنوع مجالات الاستثمار والعمل على خلق وجود كيانات قوية تستطيع أن تقدم الخدمة للحجاج بشكل مميز وتعمل وفق خطط استراتيجية مستقبلية، الهدف منها الأول والأخير تجويد الخدمة للحجاج والارتقاء بها كما ونوعا في كل وقت من أوقاتها إن شاء الله تعالى. شكرا لك دكتور. من جانب آخر رساني نستضيف الأستاذ ساهر مطر، وأيضا نتحدث عن التطوير، ما هو جانب التطوير الذي سيتم من خلاله أيضا إنشاء مثل هذه الأفكار لتقديم إن شاء الله خدمة مميزة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا أستاذ عبد الله. المستهدف الرابع من زي ما تفضل الدكتور، المستهدف الرابع من النظام الجديد هو تجويد الخدمة، وتجويد الخدمة يعني مصلحة المستفيد ومقدم الخدمة وتطويرها بشكل يتناسب مع الرؤية لزيادة أعداد الحجاج إن شاء الله القادمين من خارج المملكة على سنة 2020 أن يصل إلى 5 مليون بدل 1 مليون و1 مليون وشوية. فالهدف هذا يعني يبذل له الكثير من العمل والجهد والعمل الرقمي، نحن بنتكلم على التحول الرقمي، التحول الرقمي في كافة مجالات الخدمة في هذا المجال إن شاء الله. شكرا لك أستاذ ساهر. كما شاهدنا كيف يتم من خلال تحويل هذه
المؤسسات إلى شركات، العمل على ارتقاء بجودة الخدمة للحجاج، أيضا العمل بشكل كبير على تنظيم هذه الخدمات، وأيضا إظهار مدى القدرة الكبيرة للمملكة العربية السعودية في تقديم هذه الخدمات بشكل مثالي. كما نعلم أن كانت الخدمات هذه من أبرز وأشرف المهن التي نعمل عليها في المملكة العربية السعودية، خدمة الحجاج والمعتمرين. بالتحول إلى شركات سوف يكون هناك مجال كبير لكثير من القطاعات المشاركة، وأيضا وصول إلى رؤية المملكة 2030، وأيضا عمل على تقنية لرفع مستوى تقديم الخدمة للحجاج. هذا أبرز ما لدينا أحمد، والعودة إليك. شكرك عبد الله الخرجي من جدة، شكرا لك.